هما كانوا يقدموا واحد الدفع ديك المره، مره سميو دفع مره طالب ما عارفين شنو طبيعته، كيطلبوا اعتبار الاعتقال تاع حكومي رفع حاله الاعتقال. وفي التالي قالوا راه دفع شكلي، هما قالوها ناقب زين هذه هذا دفع شكلي بالملف ماشي باجراءات. المهم تفسير جينا ناخذ الكلمه، قال لك لا ما جبتش تاخذوا كلمه. جاوبنا في هذه النقطه بتفصيل الاسانيد القانونيه الاحكام القضائيه منذ زمان، الفصول واضحه سواء 179 او 180 بقى المسطره الجنائيه تكلم عن المحكمه الطرف مدني حق عرض، وعطينا محكمه النقد ومحاكم العاديه، وهادشي معروف للاسف. هادشي راه قديم تاع 59، هما عاد المساق الخبر هذا الفصل بالنسبه لي ما عاد يشرحوا شرح جديد. المهم المحكمه اقتنعت بالاسانيد والدولة عطتنا الكلمه. الان الزملاء كيردوا حول هذا الاعتقال اللي قالوا هما تحكمي، واش هما كيتناقضوا مره يقولوا اعتقال تحكمي مره يقول لك اعتقال غير شرعي يعني غير مبرر قانونا. ولا قلت لي غير مبرر راه ماشي تحكمي، التحكمي راه جريمه، غير مبرر ممكن يعطوه من بعد يعطوه البراءه يمشي يطلب التعويض، ولكن ماشي تحكمي، التحكمي جريمه. انت انا كتقول هذا ضحيه جريمه، كتقول المحكمه تثبت جريمه وهي ما محقاش تثبت جريمه، جينا هي واخا توقع قدامها قانون كيز باش حل النيه بالعامه، هي كتلقى لي حل من الجهات ماشي من الجلسه. وهذا الشيء غنوضحوا لهم بفرق بين هذه وهذه، وقيمه راي الراي الاممي، وشكون هما هاد الناس، وموقف الدول كلها من هاد الراي الاممي مع عدد من الدول المتقدمه الكثار منا في الحضاره، بريطانيا، فرنسا، سويسرا، البرتغال وغيرهم، واسبانيا. في الراي الفارق هذا في نفس الامور بالنسبه للاعتقال التحكمي واللي عطاوهم ردود خايبه، شي اعتبروا اخرق، شي اعتبروا ملاحقه لهم، شي اعتبروا اللي يستحقوا الجواب، شي الناس ما قارينش كاع قالوهم. وهادشي عندنا متقدين ندلو به وغنوضحوا لهم القيمه القانونيه ديال الشيء. رفعوا الزملاء، تاخر الملف دابا 12 لتمام مرافعه يوم 3/5 الجمعه المقبله ان شاء الله.